بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم عزيزي. ما ينفعش اصلا ان احنا نتكلم على تيفوهات الفرق في تونس او دخلات الفرق في تونس وما نتكلمش على دخله الترجي. ما نتكلمش على الترجي، يعني ما ينفعش ان احنا ما نقولش ان دخله الترجي دخله محترمه جدا، والنص تيفو اللي رفعوه ده كان نص محترم. وبصراحه قصه ان هم يكونوا مكملين في الموسم الملابس دي النيله ده مع الفريق ويدعموا الفريق، فده حاجه محترمه جدا للامانه بالنسبه لاخواتي مشجعين الترجي. هو موسم كان ملابس دي النيله، بس عزيز انا قلت لك من نص الموسم، قلت لك والترجي بيكسب، قسما بالله قلت لك والترجي بيكسب، قلت لك الترجي شكله رايح لموسم زحلقه، شكله كده هيتزحلق، اداء الترجي سيء يا ابني. مع عم نبيل معلول قال لك لا يا باشا ان شاء الله الترجي ياخد كل البطولات. وايه اللي حصل؟ الفرقه اتزحلقت، رياض بن عياد اتصاب، حمد النون اتصاب في اهم تويج في الموسم، الفرقه وقعت. بس قصه ان الجماهير لسه مكمله معاهم، فبصراحه دي محتاجه تحيه كبيره. وقصه ان هم بيعملوا تيفو او دخله محترمه وبعد كده بيرفعوا نص تيفو، هو ده نص تيفو او ربع تيفو، بس المهم عزيزي ان هم عملوا شغل محترم جدا في المدرج. وقلت يعني ما جاتش على الدقيقتين ثلاثه اللي اطلع اقول لاخواتي جمهور الترجي ابدعتوا يا رجاله وان شاء الله الموسم ده عدي على خير يا اسطى. تخيل انت تبقى بتنافس على دوري وبتنافس على كاس وبتنافس على دوري ابطال، وفي الاخر يبقى حلمك في نهايه الموسم انك توصل دوري ابطال افريقيا. مرار، بس ان شاء الله هتعدي على خير يا اسطى، وموسم للنسيان والقدم افضل بالنسبه للترجي. وسمعت ان الترجي دخل على شويه سباقات حلوين كده، وان شاء الله ليلتنا كبيره والترجي يقدر يرجع تاني لمكانته الطبيعيه في تونس، ويقدر ان هو يرجع ياخد البطولات تاني من الاول. لو ما رجعش بقى فخلاص حاولنا على قد ما نقدر وبنجيب صفقات، بس ان شاء الله الترجي يرجع بسرعه. وتحيه كبيره جدا بالنسبه للجمهور اللي رجعوا على المدرجات النهارده، كانوا مقطعين وبصراحه كان عندهم حق ان هم يقطعوا الفتره اللي فاتت. الاداء اللي بيتقدم مفيش حاجه جديده، ومعين الشعباني برضه مفيش حاجه جديده، هي نفس اللعيبه، هو نفس العك، هو فبصراحه انا شايف ان منظومه الترجي الحاليه اللي يستحق التحيه فيها هو الجمهور، وانك تروح المدرج وتعمل دخلتين محترمين فبصراحه